السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا الوراثة، انتقال صفة وراثية. كما تلاحظون معي، سوف نأخذ حالة تزاوج أنثى ضيقة العين مع ذكر متسع العين. بطبيعة الحال أبوين في هذه الحالة من سلالتين نقيتين. الأنثى لها أعين ضيقة كما نلاحظ، بينما الذكر له أعين متسعة. المطلوب منا أن نقوم بسحب الرمز ووضعه في المكان المناسب. بالنسبة للذكر متسع العين نقي، أكيد بطبيعة الحال كما نلاحظ هنا نشير بالحليل السائد وهو ممثل ب دبليو ماجسكيل، بينما دبليو مينسكيل فتشير إلى الحليل المتنحي. بما أن كما أشرنا الذكر له أعين متسعة ونقي، بطبيعة الحال إذا سنضع دبليو ماجسكيل. أما بالنسبة للأنثى فهي ضيقة العين نقية، إذا دبليو دبليو مينسكيل. خلال تشكل أمشاج التناسلية بطبيعة الحال يحدث تفريق للصبغيات المتماثلة وبالتالي تفريق للمورثات. إذا هنا سنضع بطبيعة الحال دبليو ماجيسكول على مستوى المشيج. بالنسبة للأنثى بطبيعة الحال سنضع دبليو مينسكول. إذا خلال الإخصاب تلتقي الصبغيات المتماثلة من جديد بطبيعة الحال، وبالتالي تلتقي المورثات. في هذه الحالة بطبيعة الحال سنحصل على دبليو ماجسكول دبليو مينسكول، وبالتالي بطبيعة الحال الجيل المحصل عليه في هذه الحالة هو جيل هجين بأعين متسعة، لأن كما أشرنا الحليل السائد وهو دبليو ماجسكول. هنا نجد بطبيعة الحال القانون الأول لمندل، والذي يقول عندما نقوم بتزاوج بين فردين من سلالتين نقيتين بطبيعة الحال، يكون الجيل الأول بطبيعة الحال عبارة عن 100% هجين، وبطبيعة الحال حامل لصفة أحد الأبوين. بالطبع بطبيعة الحال الأب الذي له حليل الذي يتوفر أو يحمل الحليل السائد. ننتقل الآن إلى حالة الجيل الثاني. إذا في هذه الحالة سنعتبر أن الأنثى من أبوين آخرين، إذا لها أعين متسعة وهي من سلالة هجينة. بالنسبة للذكر كذلك له أعين متسعة ومن سلالة هجينة. إذا المطلوب منا بطبيعة الحال كما أشرنا إلى ذلك قبل لحظات أن نقوم بسحب الرموز المناسبة. إذا سلالة هجينة وبأعين متسعة، إذا بطبيعة الحال سيكون دبليو ماجسكول دبليو مينسكول. الحليل السائد وهو بطبيعة الحال دبليو ماجسكول، إذا لها أعين متسعة. نفس الشيء بالنسبة للأنثى. خلال تشكل الأمشاج بطبيعة الحال سيحدث تفريق للصبغيات المتماثلة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وبالتالي تفريق للمورثات كما سنبين ذلك. إذا هنا سنحصل على دبليو ماجسكول بالنسبة للمشيج الأول، وبطبيعة الحال دبليو مينسكول. نفس الشيء بالنسبة لحالة الأنثى، الأمشاج التناسلية الأنثوية. خلال عملية الإخصاب بطبيعة الحال هناك عدة احتمالات بطبيعة الحال. إذا الاحتمال الأول التقاء دبليو ماجسكول مع دبليو ماجسكول، إذا في هذه الحالة سنحصل على سلالة نقية كما نلاحظ. نعم، بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية سيلتقي دبليو ماجسكول مع دبليو مينسكول كما نلاحظ في هذه الحالة، إذا سنحصل على سلالة هجينة. الحالة الثالثة التقاء دبليو مينسكول مع دبليو ماجسكول، إذا في هذه الحالة كذلك سلالة هجينة. وأخيرا دبليو مينسكول مع دبليو مينسكول، وبالتالي سنحصل على سلالة نقية لكن بطبيعة الحال بذات أعين ضيقة. فعلا كما أشرت إلى ذلك بطبيعة الحال هنا ظهور الصفة المتنحية، وهي بطبيعة الحال التي لها أعين ضيقة بنسبة 1/4 أي 25%. نلاحظ كذلك على أن بالنسبة لحالة الأعين المتسعة سلالة نقية 1/4 كذلك أي 25%، بينما بطبيعة الحال 50% نجد على أن الأمر يتعلق بسلالة هجينة لكن لا أعين متسعة، لأن بطبيعة الحال الحليل السائد وهو دبليو تحمل حليل السائد دبليو ماجسكول. إذا بطبيعة الحال كما لاحظتم معي بطبيعة الحال 3/4 لها أعين متسعة و1/4 له أعين ضيقة بطبيعة الحال. شكرا على انتباهكم وإلى درس قادم إن شاء الله.